الاجواء اللي عشتي في هذا الامسيه اليوم، كيفاش كان التجاوب الجمهور، شنو عزفتي بالضبط، وعلاش اختاريتي هذا النمط؟ ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ محمد رشدي مفرج، عازف قانون، استاذ تربيه موسيقيه في مراكش حاليا، يعني مستقر حاليا في مراكش، ولد مدينه تطوان المولد، من اصول شفشاونيه في الاصول، يعني في الجذور اندلسيين موريسكيين، في يعني الاهتمام كان بالموسيقى الاندلسيه من البدايه بحكم ان العائله اندلسيه، وكاين واحد مجموعه العازفين يعني من بيناتهم مختار مفرج العم ديالي رحمه الله توفى مؤخرا، من احسن العازفين ديال العود في المغرب. و المشاركه ديالي كمهرجان، يعني نتكلم على مهرجان بصفه عامه، انا كنحس براسي بان ما كنجيش ندي واحد يعني مجرد معزوفات غندوزهم في مهرجان ومن بعد الله يعاوننا يعاونكم بحال اللي كنقولوا حنا. انا كنحس براسي باني جاي عند خوتي، عند عائلتي، عندي واحد مجموعه ديال الناس اللي كانت عندهم واحد معزه كبيره عندي في قلبي صراحه، اساتذه ويعني اصدقاء، ما عندناش مده كبيره في التعارف، ولكن كتحس بان الناس خالصه في العمل ديالها اللي كتأدي. هذا اللي جعلني انني قلت لهم من النهار الاول، قلت لهم انا بالنسبه لي الدعم لا مشروط، في اي وقت كان المهرجان انا موجود، ما عندنا مغرض احنا في الماديات ولا هذيك كنحاولوا ما امكن نبعدوا عن الهم. الوحيد اللي كنشتركوه كلنا هو ان هذه الاله هذه اللي ما خداتش حقها في 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 يعني في الوطن ديالنا الحبيب، بغيناها تكون عندها مركز ديالها، لان عندها عازفين تبارك الله اللي ما وصلوش للعالميه وما تحتش الالات، يعني كانوا كان عندنا الكراه ديال الالات ما كاينينش، كاين حتى حاليا الكراه حتى في الاوتار، غير باش تلقى مثلا دي زاكسيسوار ديال الالات ما كنلقاهمش. مهرجان بحال هذا اللي غادي يتيح لك الفرص انك تلقى مع عازفين، سقطوا في الدورات اللي كانوا في الاول، يعني كان واحد كان داعم صراحه، واستطاع انه يجيب مثلا واحد المجموعه ديال العازفين، جا مصريين، جا من تونس، جا واحد المجموعه ديال العازفين، كان مجرد لقاء مع هاد الناس كتحس براسك بانك بامكانك انك دير شي حاجه اكثر من هادشي، ولكن كتلقاك حط راسك فواحد الموقف ماشي بمقارنه، ولكن نبقاو بحال اللي درنا في الكوره مثلا، نمشيو للمنتخب بامكاننا نحققوا ذاتنا ونحققوا شي حاجه اللي حلم كبير، ان نشوفوا عندنا مثلا ماشي مجرد عشرات العازفين في المغرب واحد المده طويله وحنا محسوبين على رؤوس الاصابع، لما لا يكون عندنا في المغرب واحد الكم هائل ديال الالات، اوركسترا كاع تكون عندنا ديال العازفين، كل واحد كيشتغل بوحدو، نجمعوا كلنا في نسق واحد، في قالب واحد، كل واحد ما يكونش غير مهرجان. يعني واش كاين هناك تخوف على آلة القانون، يعني من ديتار ديالها، من ديتار الألحان ديالها في الأجيال القادمة، يعني علاش ما يكونش عندنا واحد المعهد خاص لتدريس هذه الآلة؟ أنا كنقول الحمد لله عندنا واحد، بالنسبة لي أنا كاين واحد الصحوة كبيرة وقعت في هذه آلة القانون، الحمد لله لا خوف عليها في المغرب. الخوف الوحيد اللي كاين هو أن تعدد المدارس، يعني المدرسة التركية، المدرسة السورية، المدرسة المصرية، العراقية، معك بالأسف تقريبا ضاعت، ما بقيناش كنسمعوا بزاف العراقيين اللي كيعزفوا، كنشوفوا تونس، المدرسة المغربية ما كيتكلم عليها حتى حد قليل، يعني واحد جوج ولا ثلاثة العناصر اللي كنحاول براسي كنشتغل على هذا في هذا الميدان. Thank you.
المدرسة المغربية عندنا طبوع اللي معطيها لهاد البلاد، واحد هاد البلاد السعيدة عطاتها عطاها الله سبحانه وتعالى وحبها بواحد واحد المجموعة ديال الطبوع، ما كنقولوش مقامات، عندها طبوع. هاد الطبوع تقدرها من الطبوع الأندلسية، وهاد الطبوع الأندلسية فيها من الرقي ما يفوت، نقولوا حنا بالعربيه كتفوت المقامات العربيه ولا المشرقيه ولا التركيه، وكتفوت بسنوات ضوئيه بحال اللي كنقولوا. الكارثه هو انه كنسمحوا حنا في رزقنا ونمشيو نقلبوا على طبوع ونقلبوا على اعمال اللي ديال الاخرين، مزيان نفتح لك، ولكن على الاساس ما يمكنش نخلي انا حاجتي ديالي ديال بلادي نخدمها. اون بليس حنا كمغاربه عطانا الله واحد 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 السمه، ممكن نقلدوا اي ستيل، نتلاحوا على إذن نحطوه. جيب لي مشرقي يغني لك أو يعطيك إيقاع مغربي ما يقدش عليه، ما بالك أنه يعزف بطبوع مغربية، ما بالك أنه يحط الطبوع المغربية في آلة اللي هي من تعتبر من أصعب الآلات، يخطف العربات دياله وناهيك عن الدور ديال الطبوع. باش يمكن تحط طبوع سكرات التغييرات اللي كتدار في آلات اللي هي بحال العود أو الكمان كيجي سهل، ولكن باش تحطهم في قانون هذا صعيب. انا واحد العام اشتغلت على هادو، واحد الدوره جيت شاركت مع فرقه، عندي فرقه ديال العقد الفريد كنا سميناها فرقه جاز، يعني فرقه كدير الغربي، ودخلت معاهم الاله القانون وقلت لهم غادي تخدموا معايا ستيل. حطيت بعض لي كومبوزيسيون من عندي في قالب قوالب عربيه، يعني السماعي واللونغا، ولكن مخدومه بطبوع مغربيه ومخدومه مع اسلوب ديال فرقه ديال جاز، يعني واحد لا فيزيون ما عندها راس من الرجل بحال اللي كنقولوا حنا. ولكن ملي كتسمع لونسامبل، انا حاولت خدمت هذا الشيء اليوم كذلك، مع كامل الاسف ما تحت ليش الفرصه ان نجيب على الفرقه ديالي، ولكن يا ريت يعني كون كانت الامكانيات متاحه الى اخره. احنا عارفين الظروف كيفاش دات مع الجائحه مع الى اخره، يا ريت انه كان كنا نقدروا نقدموا شي حاجه. اليوم قدمت زوج اعمال ماشي ديالي، يعني حاولت ما امكن خدمت على الاعمال العالميه، سماعي طاطيوس فندي معروف في قطعة تركية وتخدمت بأساليب عدة، حاولت ما يمكن خدمتها بلا رونجمون، يعني كنحنا نخدمها بإن تابلات مثلا بشجلها كنخدم داكشي في ستوديو كنشجلها بأوديو لا رونجمون كنصاحبها بالألف على شكل ديال كاراوكي، يعني نحاول ما يمكن نبلغ الفكرة، هذا هو الأساس. ثم خدمت قطعة ديال سماعي مغربي ديال المرحوم ديال بالخياط، الأستاذ بالخياط، ومن القطاع من اصعب القطاع اللي كيدوزوا كاع في امتحانات ديال البريودونور ديال القانون. حاولت ما امكن خدمتها باسلوب مقربته من داك الاسلوب اللي عزيز عليا انا، اللي هو الجاز بالفرقه اللي كنستغل معها باتور بازيست وبيانيست والاله القانون اللي هي مصاحبه. ثم درت واحد القطعه ديال فرانك سيناترا معروفه ديال ماي واي كيدوزها في، حاولت ما امكن قربت الاله راه بامكانها عندها اون غيشاس، عندها واحد الثراء في الانغام، عندها ثراء في التقنيات، عندها ممكن انها تعطيك اي ستيل بغيتي تحطو بقواعده، يعني بقيمته. الوغ هاد الاله ماشي عاجزه انها ما تديش لا تستمروهاش مثلا بزاف الموسيقى العصريه والاغنيه العصريه. لا 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 الحمد لله مجهود كاين هاد الانبعاث، نقولوا حنا واحد النوع ديال الصحوه كما قلت قبيله، انه على الاقل اكتشفوا الاله شنو هي، نشوفوا مثلا الاتراك كيفاش طوروا الالات. الاله القانون عطاوها تقنيات كثيره، يعني قربت الله قربت الجيتار قرب، يعطيك اصوات كثيره ميخرجها من داك الاله اللي هي القانون اللي هي عربيه ديالنا. خدموها اكثر من اللي خدمها حنا، نمشيو مثلا مصريين مدرسه الاصيليه التقليديه الى اخره، مع كامل الاسف اتجه كل شيء عند الاتراك ونسينا حنا ديالنا، بقينا دابا لهذه. ما بالك بالموسيقى الاندلسيه او الطبوع الاندلسيه العربيه المغربيه الى اخره. كاين بوادير، نتكلم على استاذ منصف خدا في واحد المجموعه ديال السيلات ديال القناوه، ناخذ الاستاذه حبيبه مثلا ريح تاهيه تبارك الله مشات في الاساليب الشعبيه كتحاول ما امكن تقرب القانون. كل واحد كيشتغل من المنبر ديالو على حسب التخصص والميول الشخصيه ديالو، باش نحاولوا ما امكن هاد الاله نحتضنوها ونجروها لعنا هنا المغرب ونعطيوها ثراء من عندنا. الشرقيين عندهم هذيك الاله اللي كتمثل الموسيقى العربيه، العود عنده مكانته عنده، ولكن القانون عنده ثقل خاص، عنده مكانته خاصه في الثقل العربي الى اخره.
حنا بغينا داك المكانة ديال حتى هي إن شاء الله عندنا هنا في المغرب تكون عندها مكانتها ونرسخوا لها دعائم خاصة بها ونحطوا لها ميثود خاصة بها، ميثود مغربية بطبوع مغربية أندلسية أمازيغية قناوية، ما عندناش المشكل أنه هالطبوع هذه تدرس وتعزف آلة القانون، بحيث العازف اللي غادي يجي يعزف لنا حنا في المغرب يكون عنده واحد الشمولية، تكون عنده واحد عنده قابلية أنه يندمج في أي ستيل آخر. عطيته تركي ما عندوش مشكل، في عربي كذا المدارس كلها نخدموا عليها. Assalamu alaikum. Moi, je m'appelle Memba Diabaté. Je viens du Sénégal. Je suis résident au Maroc. Ça fait 8 ans maintenant, Casablanca. Et c'est ma première fois participer à ce festival Meknès, le festival des canons international. Et moi, j'ai déjà joué, j'ai vu le public. Franchement, c'était vraiment très, très important. Et ce festival, donc... Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé parce que les gens, ils sont très gentils, le public très sympa. Et il y avait tous les jeux des canons. Donc, moi, je suis tout seul qui joue la chorale avec Festival Canon. Ça m'a fait un grand plaisir. Et je vraiment grand remerciement pour tous les Meknès et tous les publics qui sont venus ce soir à ce festival. Donc, merci à tout le monde. En tout cas, vous nous accueillez très, 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 très magnifique. Les instruments traditionnels à Pilipar, ils sont les mêmes mères, mais pas même père. Et si je dis même mère, pas même père, et un instrument, il peut naître ici, demain, il peut aller naître dans notre pays. Donc, le canon, moi, je trouve que le chant des canons, ça sonne comme la même, comme les instruments que moi je joue, la kora. Donc, et puis, dans le monde, moi et Yacine, on est les premières personnes qui ont fait fusion kora et canon. Dans le monde, on est les premières personnes. Si tu cherches dans les internet, dans les YouTube, Google, tu ne trouves pas. On est les premières personnes qui a fait fusion kora et canon. Et puis, on a fait la première fois en Rabat. Les gens, ils ont beaucoup aimé. Là, c'est la deuxième fois à Meknès. On a vu que les publics sont encore beaucoup aimés. Donc, merci beaucoup à Yacine et merci le public Meknès. Donc, nous, on va continuer les fusions Kora Canon, Inch'Allah.